مطالب نقابة المهندسين هي تطبيق قرار مجلس الوزراء اللي صدر في عام 2021. هذا القرار كان ينص على تطبيق التفاهمات اللي تم التفاهم عليها، وهي من 4 بنود، وكان هناك كمان نقطة رابعة. يعني هذا حشد بسيط من نقابة المهندسين، من المهندسين جاءوا ليوقفوا مع مجلس نقابتهم في قضية ظالمة رفعها وزير الأشغال، بطالبنا بوقف الإضراب وقبل ما يفكر بحقوقنا القانونية اللي غير قابلة لإنها يتطلعوا عليها بالطريقة هاي. إحنا نطالب بإقرار طبيعة العمل حسب التفاهمات اللي أقرتها الحكومة. إحنا بنطالب إنه الحكومة تحترم توقيعها معانا اللي صار العام الماضي. اليوم إحنا أمام المحكمة الإدارية العليا، نتمنى إنه ميزان العدل يتحقق اليوم، تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المهندسين. 8 سنوات علاواتهم ما أخذوهاش، نتمنى من الحكومة إنها تتجاوب ومن المحكمة إنها تحكم لصالح المهندسين، وبالدعوة اللي رفعها علينا وزير الأشغال اللي هي دعوة ظالمة، وحقوقنا إن شاء الله عند القاضي بناخذها إن شاء الله. اليوم احنا كاتحاد مقاولين اجينا ندافع عن حقوق المهندسين المظلومين في هذا الوطن، هذه الكوكبة من المهندسين بنات هذا الوطن. المطلوب اليوم من الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه هؤلاء المهندسين. العلاوة هي حق وليست منا من أحد. كان من الأولى على السلطة التنفيذية فتح حوار مع المهندسين، على الرغم من أن المهندسين قاموا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لهذا النزاع العمالي. كان من الأولى بدل الوقوف اليوم أمام باب المحكمة لرفع قضية على نقابة المهندسين التي تعتبر هي أساس في هذا الوطن، وهم البنات هذا الوطن، كان من الأولى أن يكون هناك حوار مفتوح ودفع هذه العلاوات للمهندسين ودفع مستحقات المهندسين في القريب العاجل. هاي الوقفة احنا اليوم عاملينها ضد الدعوة اللي رفعتها وزارة الأشغال بخصوص كتاب نزاع العمل الصادر من نقابة المهندسين بتاريخ 28/4 للمطالبة بتنفيذ قرارات الحكومة مع نقابة المهندسين لتنفيذ وإعطاء جميع المهندسين حقوقهم بمختلف الشرائح، سواء كانوا مهندسين عاملين بالوظيفة العمومية أو الهيئات المحلية أو المدارس الصناعية والمهندسين العسكريين.